مسؤول قدام نفسه وقدام الناس. خلونا نلعب النهارده دور المرايه، ويا مرايتي يا مرايتي قولوا لنا رئيس جامعه الازهر ايه مخبي. من يومين زي اي صحفي واحنا في الاعداد زمايلنا قعدنا نبص على الجرايد ونتابع تفاصيل مؤتمر الازهر اللي معمول علشان الدعوه للحوار والتفاهم لتكثيف منابع الارهاب. في اليوم الثاني للمؤتمر اتكلم الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعه الازهر وقال كلام حلو، كلام كله حنيه تخلي المختلف معاه قلبه يطيب، وكلام فيه احتواء وفيه اعلاء لقيمه الحوار. قال ان الاسلام بيأكد على ضروره افشاء السلام بين الجميع، وده بيحصل بالكلمه الطيبه والموعظه الحسنه. قال ايه؟ ده بيحصل بالكلمه الطيبه والموعظه الحسنه. وقال ان الوسطيه وعدم الغلو في الدين هي منهج الازهر في مواجهه الفكر المتطرف. وقال كمان ان الغلو اللي هو الزياده او المبالغه من اسباب انتشاره قله الاقتراب من الشباب والحوار معهم. ده نص كلام السيد الدكتور رئيس جامعه الازهر عبد الحي عزب في مؤتمر الازهر. كلام طبعا جميل، كلام معقول، محدش يقدر يقول اي حاجه عنه. كده خلاص انا مطمن على مستقبل الازهر، مطمن على مستقبل الشباب، على مستقبل الطلب، على مستقبل البنات، مطمن ان الخناقات اللي في جامعه الازهر دي هتختفي. رئيس الجامعه الجديد هيتبع منهج الحوار مش الخناق ولا التهديد، هيلم الولاد حواليه بالكلمه الطيبه والموعظه الحسنه، والوحش هيلاقي نفسه بعيد. الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيك يا دكتور عبد الحي. لحظه واحده، في خبر تاني منشور في اليوم السابع اللي بيقوله مين؟ دكتور عبد الحي اللي كان بيقول من شويه إن حوار والبتاع ومش عارف إيه. يا إلهي، لماذا يأتون دوما بالقلعة جنب البحر زي ما بيقولوا؟ اللي قاله الدكتور عبد الحي في مؤتمر الأزهر عن الحوار واستيعاب الشباب وعدم تهديدهم هو القلعة. لكن اللي عمله الدكتور عبد الحي مع الشباب في الجامعة هو البحر. الاتنين جم إزاي جنب بعض؟ هتعرفوا لما نقرأ التصريحات اللي جاية. في اليوم السابع مثلا كان في خبر منشور النهارده بيقول فيه إن رئيس جامعة الأزهر كان بيقول للطالبات في أول يوم تسكين بالمدينة هقفلها لو الإخوان رموا طوبة. رئيس جامعة الأزهر اللي كان بيكلمنا شوية على الحوار بيكلم الطالبات بيقول لهم أنا هقفلها لو الإخوان رموا طوبة على المدينة والجامعة. في الخبر بقى متن الخبر أو تفاصيله إن الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر وهو بيزور المدينة الجامعية للاطمئنان على إجراءات تسكين في زيارة تفقدية حذر الطالبات في الجولة دي وقال لهم لو حصل أي أحداث عنف من قبل طالبات الإخوان هقفل المدينة فورا. طلعت بنت طيبة طيبة سمعت الدكتور من يومين وهو بيتكلم عن الحوار والتفاهم بتقول له طب وإحنا ذنبنا إيه يا دكتور؟ فرد عليها وقال لها ذنبك إنك لازم تبلغي عنهم وتجيبها لنا نتصرف معاها. يعني الدكتور بتاع الحوار والتفاهم عاوز الطالبات يشتغلوا مرشدين مباحث ويبلغوا عن زمايلهم بغض النظر ايه التفاصيل يعني، وكمان يشتغلوا وحده تدخل سريع وتقبض على المتهمه وتسلمها فورا. وبعدين عارف طبعا ان بعض الناس تقول لك يعني البنت تشوف حاجه غلط او تشوف واحده عاوزه تنظم مظاهره او تشوف واحده عاوزه تضر البلد وما تبلغش عنها، لا ما هو الحكايه دي ما ينفعش يعملها غير الاجهزه المختصه، لكن لو اتثبت لكل واحد لهواه ان كل مواطن يخيل لي ان فلان بيعمل كذا هيحصل لنا بقى الكارثه زي بتاعت الان جريش بتاع الرئيس تحرير او مدير تحرير لوموند الفرنسيه لما واحد شافته بيتكلم فبلغت عنه، او كل واحد او كل طالبه غيرانه من واحده زميلتها او بتحب واحد هي بتحبه تروح تبلغ عنها وتقول له الدكتور عبد الحي عزب دي اخوان وعاوز تنظم مظاهره. الكلام ده بتاع اجهزه بتاع امن مش بتاع طلبه. المهم في نفس الزياره الحماسه خدت الدكتور عبد الحي عزب وقال في اليوم السابع احنا عاوزين بنات رجاله تحمي المدينه من اي شغب. برضه دي مش مهمته، ما انت اجهزه الامن، احنا مش عاوزين نخلي الطلبه يواجهوا بعض. عادي اكيد الدكتور يا جماعه ما يقصدش لغه التهديد دي، واكيد ما يقصدش يقول للطالبات يشتغلوا مرشدين مباحث، ولا اكيد دي لهجته، ولا اكيد دي طريقته في التعامل. ده كان لسه من شويه اول امبارح بيقول لنا ان الحوار مع الشباب والطالبات والكلام معاهم بهدوء وتفاهم هو الحل. يمكن كان مضغوط شويه
بتحصل احيانا الواحد بيتعصب ويخرج عن شعوره، بلاش نضغط على الراجل. بقول لكم بص، تعالوا ندور في تصريحاته بتاعت الاسبوع كلها او الثلاث ايام اللي فاتوا، وهنلاقيها اكيد طبعا كلها بتتكلم عن الحوار والتفاهم وما فيهاش اي تهديد، عشان برضه نبرئ الراجل. رحنا دورنا لقينا في اليوم السابع تصريح قاله رئيس جامعه الازهر امبارح. بيقول في ايه؟ قال الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعه الازهر في مصر ان صوره بنت الازهر او بنات الازهر اهتزت كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب التظاهرات، وبص للبنات وقال لهم عاوزين الصورة دي تتعدل وإلا مش هتتجوزوا. شفت الحلاوة؟ بيرمي إفيهات الدكتور، بس ده مش إفيه، ده احنا بنتكلم في جامعة الأزهر. عاوزين الصورة تتعدل وإلا مش هتتجوزوا. مليون واحد بقى يفسرها زي ما يحب. المهم برضو قلنا عادي جدا، خدوت الحماسة في يوم تاني، قلنا ندور على خبر ثالث منشور في الاهرام. فلقينا الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعه الازهر وهو بيزور مدينه الجامعيه برضه البنات في وقت الزياره الاهرام، نقلت عنه تصريح بيقول فيه انه لو حصل مظاهرات وفي بنات بره هيعتبرها متغيبه، حتى لو باتت في الشارع مش هتدخل، وهيعمل حصر الاسماء البنات ويعتبرهم مشاغبات ويطردهم من المدينه. بص الاجمال، بص الحكم الجمعي، يعني واحدة ممكن تزور، ممكن مثلا كانت بتزور بنت خالتها وتأخرت في المواصلات، وقتها هتبقى متهمة رسميا بأن هي في المظاهرات وهتترفد لأنها تأخرت وهتحس بغياب. بص لغة الحوار راقية ازاي، حلوة ازاي، بص التفاهم. تعالوا نشوفه أكتر في موقع البابا نيوز زي ما موجود قدام حضرتك كده. الخبر تاني، الدكتور عبد الحي بيقول إنه مش خايف من أعمال الشغب اللي بتحصل من الطلبات جوه المدينة، وانه هيرصد المشاغبات وهيفرمهم. بص لغة الحوار، بص لغة رئيس جامعة الازهر، شفت التفاهم، شفت الكلمة الطيبة، شفت الود، شفت التواصل مع الشباب حلو ازاي، هفرمهم. بلاش دي. في موقع مصر العربية امبارح برضو الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الازهر بيقول، ده مش امبارح انا اسف، ده من كام يوم، بيقول لا ضرورة لوجود اتحاد الطلاب في الوقت الحالي، احنا مش محتاجين اتحاد طلبة والكلام ده، وكل اللي بيقوم بالاتحاد موجود على ارض الواقع. الاتحاد دلوقتي ملوش جدوى، اتحاد الطلبة ملوش جدوى. اه طبعا الاتحادات دي بتاعت حوار وتفاهم وديمقراطية وتقريب ما بين الشباب واساتذة الجامعة، ملهاش فايدة طبعا، بناقص ما احنا بنشتم ونقول هنفرمهم. عادي برضه، ما تحكمش يا راجل على الراجل من تصريح او اتنين او تلاته او اربعه او خمسه، خد التصريح السادس. في جريده التحرير الدكتور عبد الحي بيكلمنا، اللي كان من شويه بيكلمنا عن التفاهم والهدوء والحوار، بيعاير الطالبات. بص الصيغه، بيعايرهم ويقول لهم بطلوا تظاهر، كويس اننا سايبينكم تدرسوا، حتى لو انت مختلف مع بنات الاخوان، وحتى لو انت مختلف مع طلبات الاخوان، وحتى لو شايفهم مجرمين. مش هي دي ابدا اللهجة التي يجب أن يستخدمها رئيس جامعة الأزهر. في اليوم السابع في تصريح تاني بيعبر ازاي الدكتور عبد الحي بيعبر أكتر عن وسطية الإسلام وعدم الغلو. عدم الغلو، شفت الاعتدال بقى. بعد حادثة إحراق سيارة عميد كلية طب الأسنان راح هناك وقال للطلبة يا خونة كل واحد يبلغ زميله إن لو الأمر فضل في الموضوع ده أنا هقفل الجامعة سنة واعتبركم كلكم راسبين. انا بقول كده وبقولها على الملأ وبخافش من حد، والله ما اعتقهم. شفت رئيس جامعه الازهر بيستخدم اي مصطلحات واي الفاظ، عارف ان الدنيا متوتره في جامعه الازهر، بس مش هو ده برضه الحل. انا يعني والله ما اعتقهم، والنوع ده من الالفاظ ممكن مسموح باستخدامه من راجل امن او مقبول او يعني نعديها، لكن من رئيس جامعه ما اعتقدش. شفت حضرتك بقى طريقة كلام رئيس جامعة الأزهر اللي بيخرج للناس أو المسؤول عن تخريج دفعات من البشر تقف فوق المنابر عشان تعلمنا الحوار والتفاهم، هو بيتكلم ازاي؟ حاجة بسم الله ما شاء الله، آخر نقاوة، ألفاظ راقية، لغة حوار خالية من التهديد، مفيش صراخ، مفيش ابتزاز، مفيش تهديد، مفيش وعيد، مفيش استغلال لحاجات الطلبة الغلابة، مفيش أي تحريض للطلبة ضد زمايلهم وعلى بعض.
بص تعالى كده، بص شوف بعينيك ازاي رئيس جامعة الازهر مش بيراعي حتى حالة الطلبة النفسية، ولا حتى بيراعي حالة او تعليم الدين، واحيانا حماسه ما بيخليهوش مركز هو واقف فين وبيقول ايه، لدرجة انه ممكن يجرح مجموعة من الطلبة المكفوفين. شوف الفيديو ده. شيء نحن مصدقون تماما، ولكن اعذرونا خلينا نتكلم تاني زي ما قلنا. كانت المشكله المدينه فيها مشاكل ولا ما كانش فيها مشاكل؟ المدينه ما كانش المياه كانت ضعيفه جدا، قلنا لازم نجيب خزانات وتشوفوا على الطبيعه. المدينه كانت قد خربت، انتوا كنتوا شايفين ده بعينيكم ولا ما كنتوش شايفين؟ كنتوا شايفين انها خربت ولا لا؟ على ايديك العمار وتحولت الى اوقاف، على ايديك العمار وشايفين تحولت المدينه الان الى متنزه منتزه. المدينه هتسكنها هتبقى منتزه، مش هتبقى مدينه، هتبقى منتزه باذن الله. بس حافظوا عليها، بس حافظوا عليها. هو ده الامر باختصار، واقف بيتكلم بحماس، رغبة في التجويد قدام الكاميرا، عاوز يبين للناس قدراته، فجرح مشاعر الطلبة المكفوفين. هتقول لي يا عم انت يعني محزقها قوي يعني ومحبكها قوي. لا مش محبكها ولا حاجة، بتكلم عن حقوق ناس ما ينفعش حد معاهم كده. كان بيلف مع الطلبة المكفوفين اللي ساكنين في المدينة. الطلبة في الجولة دي كانوا بيترجوه ان هو يسمح لهم بالسكن في المدينة، لانهم كمكفوفين بيتبهدلوا في السكن بره، وبيتبهدلوا في المواصلات، بيتبهدلوا في الشوارع. لانه كان مركز مع الكاميرات اكتر، وقع في الغلط، فقعد يقول لهم انتوا ما كنتوش شايفين ايه اللي بيحصل في المدينه، ما كنتوش واخدين بالكم، ما كنتوش شايفين، عينيكم ما كانتش شايفه. فرد عليه واحد من الطلبه لو خدتوا بالكم، قال له لا احنا ما كناش شايفين، وبقيه الناس ضحكت. هي دي الفكره، لو هو مركز في لحظه واحده على مشاعر الناس مش هيقع في الغلطه دي، ولا هيقول كلام في مؤتمر الأزهر عن الحوار والتفاهم مع الشباب والتقارب مع الشباب ثم يعود ليفعل غير ما قال. لو هو مركز وعارف يعني ايه كرسي جامعة الأزهر ومدلولات او دلالات فكرة ان يكون رئيس جامعة الأزهر، ما كناش هنشوف شخص بيتكلمنا عن الحوار ثم نفاجئ او يفاجئنا جميعا بأن كل تصريحاته عبارة عن تهديد ووعيد ومعايرة وكلام جرح في مشاعر البنات، أو خوض في صورتهم بقى واللي أنت عاوز تشوفه. ده كان رئيس جامعة الأزهر في 72 ساعة في الجرائد المصرية. لو كنا رجعنا لورا ما أعتقدش إن إحنا كنا نلاقي تصريحات غير كده. أشوفكم بعد الفاصل.